بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، معتو بكو يلا فايل سنه يلي نبي عليه الصلاة والسلام صلاة كي نغينا يلا كالو بتنكاه السرنيك مدلو هدنا نهنا نمي عشر ذي الحجة قدام مدلها وقتي أمتى بنايرو قدتا كادو إنكايرو يكادو قدام فول اللي تندتني وهو يوم عرفة. عرفة هيروي معتوب يلي سبحانه وتعالى إسن عوسها جعل الله الأوقات والمواسم أسبابا لتحبب العباد إلى ربهم. يلي نعوسا يلل معاني اللي يوطاه يلي سبحانه وتعالى إسي نعوسه معاني كال اللي يوانهنين إهتم مواسم الدورك تتك تايسيتن الدوراري هي وو الدورك لفلهن الدور الدنيا أيام هادتين كي يسيان أياما إدننم تبنايرو إدننمي أتبنايرو قدام فايللي فوللهتن تبنايروي. وإن الله سبحانه وتعالى يلي سيتونه يي نبهنه يي من رحمته إسيه إسين عوسه ليه الرحمة تاكي دواوها برسلو كاين عوسى كاحينيه مرهن ما امه محمدها ليه اني اندواوه حين مر ادنهم نبي محمد هم متى لكن ادل امه الدعوه كم الاجابه هنا وعدي امه الاجابه ليه اني اندواو كي رحمتها مسلمين ان هنه ندورينه هي محاي يا نبي محمد أمتا يلي هم متا يلي جنه أن آدم ذريك أضعف الأمة أمهي أبدانا دقر حد له بول الإمرة والقصيرة في أعمارها عمر حد الكادو عمر أدمري علي لا عروة علي لك ديتي كدت عروها سوكي مري اللي سوكي هم باردو ومري اللي جنه بيس اللي هي باردو أبول اللي هم مريا عم في أروق أروهان دودسين هي دقر بولا إيوه عمري حدو تقعتكي آلاف. نبي الله نوح كهتو بينها ساقل بولا كي كنتون سنة سيحك سوكي سمت ما قد عمرك سوكي ميالي ياري عمري بولا ليه تا عمري وكاكو ديه أمرا لكن وو منقو عمري ليه أمرا كي منقو حايل ليه أمري منقو حايل تباكينين كي منقو عمري لمري منقو عمري تباكينمي أما عند عمري كي عافية دقنة الدي الدبانه يلي وقت تيحته عمري ما حناي عافية كاد وقوة ما حنا غير عافية يوي لكن محيحه مواسم تتكل على لانم فدينته معاند ده ما جينم فدينته تنفول له تن أيام تقدر يحيى اللي سبحانه وتعالى حتى ننشط قوة بهنا عبادة الهمة بهنا حتى يتضاعف الأجور أجري كادو درب دربو كهني جحنها يلي سبحانه وتعالى أمنة الدراره. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يلي فرموتي إيما نحن الآخرون الأولون يوم القيامة الدنيا حقي لمرأي ننو حقي لويتيتي إلا حبون مرأي لكن أخيرا لا ياكم وامرا الأولون يوم القيامة قيامة ساكو ياكم يمرك إننو فنحن أقل الناس أعمالا تامحة دلتاماك دقوت عمل مرأي عمري كادوك عند مراي دوغو مراي وأكثرهم أجرا يوم القيامة قيامة ساكو كادوك أجري فول لمراه وعمري لوكي مراي حيل لوكي مراكا أجرينك فول لي محاي مراهي توي حيالي إزي فرن إزي اللي فرن نل إزي فرن نل إزي كفر مراي حي من سبتها حيلاكي وقتك هي حي مراكي وقتك هي حي دوغو عمري إتي منغو وقتي تاما منغو أبيني حسبك هي حي مراكي ني من سبتها يلي نبي عليه الصلاة والسلام توي نانو حيقي لوي تي تبارو حد لوي بير قيامة ساك فوحي مراكينينو قال طف فوحي مراكينينو يلي نهي نبي كادو نرو بيه ننقل لنه منه نهي يلي دوريه النبي والرأي تهتان أنبياك مراحا مع أنه كينك ربين ممكن كو كينك مراحا. إذن أو يدنينيه نانتابنايرو كده تابنايرو لكن أما تابنايرو كده تنكايرو يكادو نباه تاني تاني وهي يوم عرفة. عرفة هيرو بهذا الشهر العظيم آل سي أشهر الحرمة يعني نبالسة
آل سينا بكدت نهارسي تبنايرو نبا تبنايرو و تبنايرو كدت عرفايروي عالم التنيتا مسلمين انكي اللي فوحل عرفال سولانه نايرو ادتني يلي سبحانه وتعالى محيا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله خلق يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم أفرالسكا كايا أشهر الحرم لعسيتا وأفرالسكا سيدي حالسي إتكتيا أو إنك قده أندير قاعدة ألساي حجاجين الدين قدي ألساي وذو الحجة الدين نهنا انتبنير تكخنن ذو الحجاي ومحرم محرماي وشهر رجب رجب ألسا سيدوحي متتالي هكاك يعني سيدي حالسي اتطلق لها هكاك يعني انكالسي اكالسي تيتا قدت يمات توكل تما أشهر الحرم حد اليال يا بوك محيا وقد قال الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم أشهر الحرم تو تنينيه تني وعدي وي ظلم ما بنا ميا شركي أعظم ظلم شركي يلا تقلمه هنا أشهر الحرم تسن تمامنا لا تظلموا أنفسكم فيهن بالشرك بالله يلا تقلها أنا متى سن مظلمنا وهو أعظم الظلم شركي هانا ما إن كينا بظلمي ظلمك كيانا ما أنواع تنمي إنك كا ظلمك إن أيته تنمي شركي يلا تهانما ولا تظلموا أنفسكم فيهن بعمل المعاصي كادو شركي هيو مركا شركي كدوما نكين يارك مركا سن نفسي فايدي إتي يلي نعبا ما بنا معاصي مردنا والمعاصي كما نعرف درجات كادو تتكا حدوهتن هناك أشدها الكبائر معاصي كنكين بما كبائر زنب الكبائر وهي الموبقات موبقات ينمو كمبايساها خيرا ويس السامة إلى اللمم معناها إلى عند زنبت فناه يمات وعدي أهن كي معاصي آل ستبانا فردين تمهن لا عندم ولا كدم توبة هالساي عبادة هالساي استغفار هالساي تسبيح هالساي قيام الليل لعصوم هدسانا هن تبنا يروي بر عبادة هدسولانا فردين تحتا تبنا يرو الدين نمعتو بكو تما آل ساحتوك حتكي طاعت سواء كانت واجبات تكي أو مستحبات مندوبات تكي طاعتت يلت اللي ديوانا هن تبنا يرو معسية الدبانا هن تبنا يرو هن واي معسية تبا مفرد انتي اللي نعسي برسلوكو أما تبنا يرو نعم الدبي واي هنكم الدبانا هن تبنا يرو هن إذن عرفاه ركاكي يانما كدايروي أشهر الحرم التني أشهر الحرم ذي الحجة التني ذي الحجة كا نار ستة بناي خير أيام الدنيا إليه نبي عليه الصلاة والسلام ككي هي التن عرفاه رو والله سبحانه وتعالى إسي فرنان الديبتا إسي فرنان وقت ديبتا عرفال ديبتا تبنايرو الديبتا معناها تبنايرو لو ديبتا والفجر وليال عشر عرفت دتن هاي أما تبنا يرول يلي ديبته لعظم مكانتها عند الله وشرفها يلي قري الله تنحدوك كن بسبتها تيت ديبته تبنا تبنا يروتو مع نبتا يلي نبي عليه الصلاة والسلام إسي الدنيا حدل خير أيام الدنيا أكاكييه أن تبنا يرو علماء عشر لواخر رمضانك اللي حبوت تبنا ليلة القدر الدين هي كي أما تبنا يروتي تنفن العديسيني فلو إيفكك فلا مدو تكيير آهين كي بسلوننا ييني هيني هين وادي منغوية بلين ميا آتا بنا يرو تايسي إيين أما تبنا يرو خير أيام الدنيا يلي فرموتي حديث التميته أما تبنا يرو تايسي بارتي حدو ليلة القدر الديني هن تبنا برا فلو لويا أما تبنا يرو إنكي فلو لكرا عتاهيانم وكل سسين عرفها يروت يلي أباها وعدي الذي بته وشاهد ومشهود ككي كما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يلي نبي قال إيه اليوم الموعود دقنيرو ككي يانما يوم القيامة قيامها يرو دقنيرو أتبتم قيتيرو كل باهين قيتيرو قحس التيرو سيهدال باهتن كوب قحسنا يرو الدهر السيمت حسابكوك يا كايرو تسمعي من تفوفيرو يوم الموعود دقنايرو قياماهيرو يلي نبي عليه الصلاة والسلام واليوم المشهود يوم المشهود يوم عرفة يا نبي عليه الصلاة والسلام
والشاهد يوم الشاهد هي يوم الجمعة جمعة تيرو. إذن فنحن في هذه الأيام المباركات أو الدينين تبنير هدت عن بلما عرفها يرمعتوبك يوم المشهود يلي فرميتي أككييه يلك أكييه عرفها يرو عن بلما قدموا الدليهن وقت الدينين وذكر الله عز وجل لهذا اليوم ويلي آيرك السيسما آيرت يلي بما يدل على شرفه وفضله عنده يلي قريلي مدله نبايرك النم كن نبلايرك النم كن نبلي تاما بتام فردين تام يلي نعوسا معيقا بقى حسين لك إنها كجدة. حتى قال جمع من أهل العلم علمك تيك مرئيمي وذكروا منهم المسروق وغيره اللي كسيسينه إن أفضل أيام السنة سنة طبعا كنا ملسا يككي إن كهتا يسيهتا أياما ودرو هي أيام العشر من ذي الحجة ذي الحجة تبنا يروه ونحن فيها ولله الحمد بيها كتمرياني ربي مرياني قرحت يا مرياني قرحت التك الله الدنيا وتبنا يروه ننو إن شاء الله معتوبك. وعلى ذلك تو قلك آيا فيوم عرف عرفها يروه ثاني أفضل أيام العشر الأول من ذي الحجة عشر الأول ذي الحجة سنة حدل إنكي يسيت بنايرو إنكي تيسيت بنايرو سنة حدل أو إدنني أتى بنايرو إدنني هي أي سنتك تيسي هي كا تيتك تيسي نمي هايتو هايرو أي فل اللي هي سنة حدل عرفا هايرو علماء توين وفي المسند أن اليوم العاشر منه هو يوم العيد طبعا هايتوها ايرو كاكا عيد دايرو طبعا ايرو يوادي عيد دايرو أفضل أيام السنة كلها سنة كاملة نكينكي تايسيهتا طبعا ايرو. ثم علماء تتوينيه محل التوينيه سنة كاملة نك أطبعا ايرو تايسيه أطبعا ايرو كنامي هايتو حدو تماتم عرفا ايرو تتددتني يوادي. طيب سقال الله يرو عرف السولانة تيسنا عيد دايرو يوم العيد الأكبر عرف عيد ما حساه يرو عرف لسينك صبحي ما حساه نان طبعا هاي تو يرو تيسيه يا نمل تتوينه توكلي مسند الإمام أحمد التميمي أن اليوم العاشر طبعا هاي تو يرو عيد دايرو أفضل أيام السنة كلها سنة كاملة يعني هدل إن كيرو تيسيه ياهي نمي هايتو هيرو عرفا هيرو تماتيه ينتوعد. وتسمية الله عز وجل لهذا اليوم بأنه مشهود يلي سي قرآن الوشاهد ومشهود يوعد آيرو عرفا هيرو مشهود كهي يمي أميقع كهتيتها بمحاي علماء ينمي أنه مشهود بالأعمال معاني تدب تهتني هي السماعة ومشهود بالمغفرة أطب هاي تهتن كوكيكم عن السماع التيرو سهدا يلي ملايكة يسيجنوك ملايكة لسماع سيرو سهدا تيتا اللي تبليه تنايرو كادو معانا تيتا يبليني إبادة اليمري تيتا يبليه وشاهد ومشهود يلي عشية عرفها يرو أمام براي وبه يلي سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله إسه اللي كات اللي بيحتاهتن إننا لا أوبه أمام براقمو لعوح الدلوهي لعوح الدل الدنيا عرانا يلي وبما عرفها يروهي عرفها يرو أوبا ملايكة سماعيس عرفة ليني يمرا طب ليني ينعوسا أيروك بقول أساكو يراوهانا ليسنا محرانا ما شاء الله ما نقوم مملكة بلد التوحيد كدما قريتا مسلمين تي مسلمين معنا راحة لك السأوة كميا فدن هاي تعبي مرعا يلي نعوسي عالم اكتميته تنهي اللي ميتين بارو مرتك عالم اكتميته امر لا يلي ملائكة سماعيسة تبليني يباهي بهم الملائكة ملائكة ألا كن فايلسة سارسة ترترسة هل توق بقولو ذنبي كين حبيمه ملائكة سماعيسة. وقد جاء عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر ويوم العيد مسجدها يروي الدايرو وأيام التشريخ عيديك لك التنيه تنسيدي حيرو
عيدنا أهل الإسلام إسلام كاته نعيده يلي النبي عليه الصلاة والسلام فأهل الإسلام محدبانا يجتمعون فيه الدقابوانا عرفان مري عرف للعمسا ويذكرون الله عز وجل يلا كستا الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر الحكو يلا حسانه مسلميني ويبتهلون إليه كينك تنكسيمي يلا فنه درع اعتمانها وعو عسيمانها فدهانا ما يلا كسيرتانا أبتين مهقلتو يلا عاقتانها فهو مشهود بفرحهم بهذه الأيام العظيمة حياة السقوصة عافية السقوصة إسلامه نبي محمد همته سقوصة كنهيمي فرحتانه إن أيرو إيين وهو الحمد لله إنهم فردين تيمع توبكم هذا اليوم العظيم أما يروه تقحتكي إنها يوم يباهي الله عز وجل فيه أهل السماء بأهل الأرض عرمرا لا بارمرا سارسا اللي فايلسا هنائرو يلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يلي فرموتي يما كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار يوم عرف عرفها يرو يلي دائما قرى حري قرى اللي واجبتك كهتا مرا اسم الدهو حبه معاني إلا بانا ملاكن حروسه قرى كا حري نبتا قد كنيحي حري نكنيحي كل نمو حركك ينمك قرى اللي واجبتك نمو أكل يادق مدود لكن اللي تمدقى مهاستا يلي فرموتيحي فكل ميسر لما خلق له جنته يلي جنيه النمو جنتي تام قال دمحني اما يسوغيت مسلم تو غيره يلي جنيه النمو وما بان قال دمحني يسوغيتي تو كلهن اللي ادغ مدود اذا عرفها يروح تو حتكي يلي اسي فرنا وغيرك سنم حروسا ما عرفها يرو سنامك حروسا غدي غيره يرو تم حروسا من قمر غيرك حري يلي وانه ليدنو يلي ديوه ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ملائكة يما أمر محفده أين عسى محفده الله أكبر محفده أمر محفده ملائكة ملائكة هي كوك دوسي قبط لي أتنتم يا بني أتبتم يا بني تحسبين يلي كينو كوكتبان دي حيان كل يختم مركنين أمر فرم محاي أمكي لكو بدي مري ملائكة كسر يلي كينو كدايسو والله تم مري زنب حبتي فرع زنبك دلينك يوبكين ساكو زنبك اللي يوبكين النال سرينك اللي يوبكين النال كين حب تنفرن أنو سين سماعي سايا هاي حبيه خلاص يلي سبحانه وتعالى توكل يلي فرموت عليه الصلاة والسلام حجة الوداع الإسكي سكتاي سيسي اللي صولها وعدي آية توبتي تو آية تاتوك حتكي كادو عمر ابن الخطاب لا رضي الله تعالى عنه نيميت يهودي تيميتي كاكي يمي عمره آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا سن كتاب هذا الآية تني وآية ني يهود كنكو نلوبت السكت عمل وآية الدوبت يرو عيد حيثتك نيه داوكو ملي الدوبت كنا يرو ما يعدقا اللوبت كنا رح ما يعدقا داو كاي حم عمارة كي عمان هي عيد هاي سيدا كن انتو آية توب تايرو اللوب تنك سوك تعمل قال أي آية ما آية تاي قال اليوم أكملت لكم دينكم انت آية سورة المائدة آية اللي تنم قال عمر رضي الله تعالى عنه عمر كاكي يمين قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وآية اللب تهتنا يروكي اللب تهتنا رحا نارقه عصبه وهو قائم بعرفة يوم جمعة يلي فرمويت عرفة بور الصولة أيرو جمعة تيرو نلوبتي عرفة أيرو عيده لنو أيرو يتوداق من تبقى اتن عيدك كيانا كل بارو مريت لها باما ما عالم مسلمين تلكبر دايرو وآيتو بتمي كاكي وآيتو بتمي مناسبة هنا كاكبرانا مسلمين ميا مسلمين اللي كبر دار حل دائما اللي كبر دا ادو كبر دايرو ادو بتمي كاكي ولذلك فإن هذا اليوم يوم عظيم عرفايرو تماتيتني كدايرو معتو بكوي نبايرو كدن نبايرو إسلامنا شريعة لا مقررك تنمي دبعته تنمي
أن فضل الأيام لا يدل على مطلق فضل الأعمال. أيام تي أيام مدلي يانما مطلق فضل الأعمال إن كي تنيت معانينا مدلي يانما لا متسح الساهي. فإن الأيام الفاضلة عند الله عز وجل يلي قري مدلي تن أيام تي لا يعمل فيها جميع الأعمال إن ستامو مد ما باناه، وإنما يعمل فيها ويستحب فيها ما ورد. أيام مدلي يانما ها أبين تام الدبانا كل تام لا رحل بانا أو يعرف لي أمري سم ما با إنك يا إسارة حليني ني يا إسمار أوكي قدر تاكي كها سم ما بنا سم وابانا مدو تامي سبت وسن الدين تامنا بس وايري سم لكن بدر رأي مرها سم تايسم نمسا نتيزم بحبتنا هما تلم ما يأدتن. فأما الأعمال الواردة في هذا اليوم عرفها يرد تميته تنتامت يا ابنك تككي فهو مطلق العمل الصالح إن تهتم عنتاما قد بح كل نموت يتوب احتاب بح تهتم عنتاما الدبانا. فقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. عشر ذي الحجة ما انت ما ابهن هي يلت لديوين رعيا ادركو ايام تمت بنير تبنت ما فل لكرعتا. ما من ايام العمل يوعدي العمل الف لام الف كلام ادتني او ال يا نهاي جنس الاعمال انك تنتام. هذا استغراق يا نما انك تنتام ادت كبر السحاب ننتام صوم قيامه عبادة وسائر الطاعات نفقات معم مرحو معم أحسبيك ربهنا إن كي نتهتم معن تاما مشروعك إن تهي قط بحا غير المتصم بحا غير المصلاة الليل بحتا غير المتمالي حين بحتا غير المتسنان كسيسانا بحتا غير المكادو حيل لي حيل السنام حتم بحتا غير المكادو مكابن نيارجي يومي مريفان بحسا آيام كدام يردي آجيري قرنا بس كل نمو يقال تايسي تامتا الدغدي تم فدين تحتن اياما عرفاي روكك ياناما يوم الحج الاكبر كادو حج لبهانا هن انت مكا ركني اركانك تيقتين معنا حج ركني كي تيقتين الى فلهيه يلي فرموتي يمي الحج عرفه حجك يانام عرفتا هي معناها فل لتام الدين يانام. من وقف معنا ساعة من ليلنا وها برتك العتك عرف بورا لنكسعة سوله النمو فقد تم نسكه كاي حجي ضد له يلي النبي عليه الصلاة والسلام لأن عرف السوله هناك حجي مكله رعا ومرا. إذن خاصيه تنتام اوه مطلق الأعمال السكته خاصيه تنتامي برد سلوك عرفها يرتبنا يرتامهن يا دوبك عرفتها بانام فردين تهتم معمين تامك تنمي سيامة صوم. فإن صوم يوم عرفة من العبادات التي يحبها الله يلا للرا يوانه يلي كحناهيا عبادة عرفة يرتب فرد نتامك صوم يني. إذن يلي كحنو ليه تنتام أبتكو تكيك يلي وانو يكحنمي يلي سلهي كحنان كتكو باهيسي كدري كوي كحنه وكا أتوكو كحنتو رفكو هايتو هايتما اللي كوهبو يلي وهو توك لي حديث أبي قتادة يلي نبي عليه الصلاة والسلام يمي قال صيام يوم عرفة عرفها رسومان ما أحتسب على الله يلا العاقته يلا كا اللي عن بالتها إني كن نمته يلي نبي عليه الصلاة والسلام أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أما سومينين عرفها ركن هارسي سنة كي لكت إلاقي العرفة متنفنهيني أن سنة نم سنة الزنب حبتي يوم التهيل الدب ما ادعى قتها هي معتوب كيال النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا عرفها يروس ونم فدينتا حج قدوه ينهي أم مركا مسلمين كيتا كسيس نم فدينتا ننو مسجد لينهي أم مركا بودال دلايا دليناي بوده نونتي معندي دي لينو هو مره ورس نم فدينتا كسيس نم فدينتا نتوب كادو ني او يا به يا كدت بسن امريكا درع ساكيه تاما هي اسم بحتاه غلطه و مرقتن كسك كه كه غين ان كين تب اسلام فدين تكاد. ولهذا عرفها يرو سومكو غرحت وين سنك ني مي كدا غلطلي سنه واجب كن ملتيمين اميا غلطو
غير عرف حياته السجنك من عرقاي وما نعرفه سجن نومه دمانه وامسابتها يلي نسجوس هاي أو إرعته تني كده سجنك عتك كي دودا همري آيرو سومي تام فدين إلا حبه عرفه آيرو إنكي تيسه تندعاء اللي فرموا تككية هندعاء تيابيو يلي نبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء كي خيري دعاء عبادته ينبي عليه الصلاة والسلام لكن ودعاء عبادته نكى خيره تندعاء أفضل مدل كرعة دعاء دعاء يوم عرفة عرفها يربانه هن دعاء دعاء يوم عرفة سواء كنت في عرفة عرفة بورالتني أو كنت في بلدك يوم عرفة عرفة اللي تني بورال وعرفة بورال سلطان الدم تنايا وكلتني هبتو إسي بورالتني هبتو عرفت عرفها يرسجها النمو أبكاتك كي تيسه تندعاء دعاء عنك خيري تيسه دعاء عرفها يربان دعاء يلي النبي عليه الصلاة والسلام تني توكل محيي خير ما قلت أنا والنبيون قبلي عرفها يرو أبها دعك عرفها بأيرو بان دعا تيسم مي أنون دي حد حيمك أي سكرة عتم يقدميهم بأن دي حد حيمك أي سكرة عت دعا إيه نبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمنى هي أنا ما أنون دي حد حيمك يقدم اليل رب يا أنبياء إن دي حتى يمكاي شكر عتم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا نما أي شكر عتاه لا إله إلا الله يا نما لا معبود بحق إلا الله حق عبادك تنجب بيها كهتقود متن يلقسا وحده دبك ننكا تقليم لي لا شريك له عبادة دبك كايمي أغليت الدملي له الملك مطلق الملك ريدلنكا وله الحمد مطلق الحمد جميع المحامد يكويته لي حكي ستنكا كاه انت يا حويتيتو وهو أسقوي على كل شيء قدير وما نملي ضد ليه وما نمل أطبت أميك تايسي قلتو كوهي حين ضد ليه أما معاني تتوني ياك حلت كوكو باهيسانم ضد ليه أطبي يونتا مهبكو كلام ضد ليه أتو سنة مانا ما غير سنة تبين تكسوكو كلام كوسوكو سم دائما كادو كل ميل ضد لي كل ميل كل شيء على كل شيء قدير وما نميل ضد لي يا هاي أحري كسيسي أكسين حبيبي إن شاء الله تعالى بارك الله لي ولكم ونفعني به وإياكم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يوبي مكي تايسيه تنين بيها يا مرا يلي نابا يمعتو بقيوي ادني هنا يا مكاقر حتاها يا مرا يلي نابو اياي جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك